السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة، صباح الخير أو مساء الخير أيا كان، أو زي ما تقول نهارك سعيد. طبعا حبيت النهاردة إن أنا أعمل لكم النهاردة طبق مكرونة، هي أكلة خفيفة بس طبق مكرونة بالريد صوص. هنعمله مرة بالوايت صوص ومرة بالريد صوص. طبعا المكرونة دي بالريد صوص بالمعنى هي أساس المعجنات الأساسية أصلا إيطاليانو. فطبعا احنا النهارده هنعمل مكرونه ريد صوص او صوص طماطم او صوص احمر ايا كان اللي هو المطلق عليه بالنسبه سهل ليك. هنعمله النهارده مكرونه، ممكن انت تحب تعملها فوزيلي، بينا، مرمريه، روجينا، سباكيتي، ايا كان، وات ايفر ايا كان المكرونه اللي انت هتعملها. ممكن تحبيت تعمل اي نوع مكرونه، مفيش مشكله، مش هنقول لا. طبعا المكرونه هنحاول ان احنا نتعمق فيها اكتر ونعملها بكذا طريقه. عندي طبعا هعملها النهارده مكرونه ريد صوص بينا، او بالاحرى فرن او برضو قلم، يعني ان هي تبقى سهله بكل المقاييس، بكل اللانجوج، او بالنسبه لاي حد يقول لك مثلا ايه يعني بينا، يعني قلم، يعني ايه قلم اللي هي يعني فرن، ايه يعني الفرن اللي هي البشاميل اللي احنا بناكلها في البيوت العادية. طبعا هعملها بينا صوص احمر، حاجة خفيفة سريعة. طبعا انا جبت المكرونة سلقتها، هوريكم شكلها. طبعا طبعا ما حطيتش في المية، انا ضد فكرة ان الناس تحط في قلب المية بتاعت المكرونة ملح وزيت. طبعا انا ضد الفكرة دي خالص، طبعا لان كتوفير وكم الصح. ليه؟ لان المكرونة اصلا الزيت هقول لكم احنا بنحطه امتى. طبعا انا سلقت المكرونه، وبعد ما سلقتها طلعتها ايه يعني فيها تكه، اللي هي التكه اللي هي ايه هتيجي بعد صوص طماطم معايا على النار. فطبعا المكرونه بعد ما سلقتها ما حطيتش ولا ميه، ما حطيتش قصدي ولا معذره، ما حطيتش ولا ملح ولا زيت ولا اي كلام، هي ميه عاديه وحطيت لها المكرونه. غلت، استنيت لما غلت، وبعد ما غلت رحت جاي نازل بايه بالمكرونه. طبعا اديتها تقلبتين عشان هي فيها نسبة نشا عشان ما تلزقش. فبعد ما خلاص دخل على السوا رحت جاي مصفيها في مصفى. طبعا بعد ما صفيتها في المصفى استنيت ان هي بعد ما صفيتها قلبتها على طول، رحت جاي نازل عليها بالزيت وقلبتها، ما نزل ما بردتهاش بالميه برضو عشان ده كله ده بيأثر من نسبة المكرونة، بيأثر من درجة التست بتاعها، من درجة الكلام بتاعها، فما تبقاش حلو. فطبعا بعد ما سلقتها نزلت عليها بالمية بالزيت، ما حطيتهاش مية وسبتها لما بردت. وهي هي دي شكلها قدامكم اهي، زي ما انتم شايفين عاملة زي معاها هي حرفيا. يعني بصوا اوريكم على النص برضه، دي منظر المكرونة اهي. شو لسه اصلا محافظة على لونها، لونها لسه يعني اللي هو زي ما بيقولوا نفسها موجود، لكن كتر ما بتغسلها بالميه بقى والكلام دوت ومش عارف ايه. انا ضد الفكره دي، طبعا ضد الفكره دي يا جماعه حرفيا. ليه؟ لان هي اصلا المكرونه ما بتنشا وما ينفعش تكتر لها في الميه كتير. فبعد ما صفيناها حطينا الزيت وسيبناها تبرد، وزي ما انتم شايفين شكلها بقى لذيذ وخفيف، وممكن تاكلها حتى لو حبيت، لو فاض منها حاجه وحطيتها مسلوقه زي ما هي في الثلاجه، ممكن انت تقدر تشيلها لتاني يوم او لتالت يوم، فبس ما تطولش. لكن في ناس بيشيلوها في الفريزر ما بتبقاش حلو. فدي طبعا شكل المكرونه. طبعا في اثناء وهي كانت بتتسلق كل ده هنشوفه فيما بعد قدام. هعمل لكم ستاندر للمكرونات كلها، ستاندر للرز، ستاندر لكل حاجه، كل حاجه على عينك يا تاجر. طبعا عشان انا هنا اللي بعمل الفوت لوحدي وبعمل كل حاجه لوحدي، فبفضل ان انا اعمل كل حاجه واحده واحده سرانسي كده. طبعا عندي صوص طماطم سبكته، سلقت طماطم الاول، بعد ما سلقتها ضربتها في الخلاط. بعد ما ضربتها في الخلاط هوريكم ده كله فيما بعد، بس عشان احنا ايه عايزين نعمل طبق مكرونه على السريع بس. فطبعا بعد ما سلقت الطماطم جبت كام حبايه، 4 5 حبايات طماطم بالظبط، على قد مثلا وجبتي اللي انا هعملها، طبق المكرونه اللي هعمله. سلقتها وبعد كده ضربتها في خلاط، وبعد كده حطيت لها بصله وتومه وكزبره وفلفل اسود وقلبته وتمام. وبعد كده نزلت بالطماطم، خدت التسبيكه بقى شكلها لطيف معايا. طبعا هوريها لكم دلوقتي
ده عامل ازاي؟ فين فين؟ اهي يا جماعه ده منظر صوص طماطم اهو، شايفينه عامل ازاي؟ اهو حاجه يعني، حاجه يعني تحفه بجد يعني، اللي هو بمنظرها الحلو هو جميله تمام. والله يعني مش هضحك عليكم، هي ما خدتش اصلا صوص طماطم، ما خدتش قصدي زي ما بيقولوا طماطم بوري او طماطم جاهزه، لا ده هي العادي خدت سنه البصل، سنه الفلفل، سنه الطماطم، فلفل اسود، واديت لها لو عايز اديها سبايسي براحتي، مش عايز براحتي. ده منظر صوص الطماطم، ما حطيتوش اي اضافات، بصل، ثوم، كزبره، فلفل اسود بس، اتسبكوا ده كله، نزلت بالصوص طماطم، خدت التسبيكه، سبتها لما تبرد او حطيت، حبيت ان انا استخدمها دلوقتي، حبيت ما حبيتش براحت فيها وقت، ما احطش فيها اي معلقه او اي معدن او اي حاجه اللي هي تضرها تمام. عندي طبعا احنا زي ما وريت لكم كده الصوص طماطم، هعملها عندي الطاسه اهيت، هعمل فيها الحبشنكنات بتاعت اللي هي البصله بالطماطم وحط لها كمان واحده مشروم، مش هحط لها تشيز لان انا ما برشحش ان المكرونه تاخد التشيز، على حسب رغبتك، انا عشان انا اللي هاكلها، فلكن لو حد طلب مني ان انا اعملها له بالجبنه اعملها لكم مره برضه بالجبنه، وابقى حد تاني ياكلها او اللي هيبقى معايا حد يقدمها له عادي. لكن انا مش من النوع اللي هو احب الجبنه كتير يعني، ممكن احبها على البيتزا، على حاجات معينه، في ساندوتش، لكن ما احبهاش في المكرونه، في حاجات معينه يعني. تمام. دلوقتي اولا عشان تعرف كل حاجه وتشوف كل حاجه، ما تنساش الاول تعمل لايك وشير وتشير الصفحه، وتخش تعمل سبسكرايب او اشتراك في القناه، وتقول لي كومنتاتك ايه رايك او ايه تعليقك، تعالى يلا بينا نعمل، يلا بينا نعمل المكرونه، يلا.